ناويين هالسنة تصومون شهر رمضان بطريقة مختلفة؟ حابين تعرفون شو ممكن تغيرون عاداتكم الصحية والغذائية؟ ترقبونا ببرنامج نبي سلامتك. لأن صحتكم تهمنا في مستشفى السلام، نقول لكم تابعونا على برنامج نبي سلامتك. رمضان شهر الصوم والعبادة، معانا إن شاء الله بيكون شهر الصحة. تابعونا ببرنامج نبي سلامتك من مستشفى السلام.